الآن وإحنا بالبرنامج مجلس القضاء الأعلى يوجه بإلقاء القبض على من يمزق الدعاية الانتخابية للمرشحين. يمكن شفت أكو دعايات انتخابية تم تمزيقها. هذه هذا التمزيق أقدر أخليه بيا خانة التصرفات الفردية، لو جزء من الضرب تحت الحزام في التنافس الانتخابي. وإلى ماذا سيوصلني؟ لاحظ أستاذ، إحنا عادة هذا كالمعتاد في كل انتخابات تحصل هذه المشاكل، أنه تمزيق الدعايات الانتخابية وتسقيط الخصوم. كل حزب احنا راح نلاحظ خلال هذا الشهر القادم، هذا الشهر راح يكون شهر عصيب مليء بالمشاكل، مليء بأحداث التسقيط والتشهير، وقد يكون تصل إلى مرحلة التصفية بين الأحزاب لمرشحين الأحزاب الأخرى. أما فيما يتعلق في موضوع الدعايات الانتخابية وتمزيق الصور، هذا موضوع جدا طبيعي ومعتاد عليه. لاحظ يعني راح تطلع فد أمور، أنه راح تشوف مسائل التشويه والتشهير والابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى أنه راح تطلع مقاطع فيديو، هذه راح تلقاهم كل واحد محضر للآخر سواء كان صح أو خطأ. تلقى الخصوم خصوصاً وإحنا بزمن الذكاء الاصطناعي اليوم، أنا أثق لك أي شيء ممكن. يعني أنت راح تشوف اليوم الجميع كل حزب متحضر مهيئ كافة أموره. طيب. إلى أن يستخدم حزب تقدم. الحزب الآخر حزب تقدم هل تعرض إلى تمزيق؟ مزقوا صورة السيد الحلبوسي، مزقوا صورة السيد هشام، مزقوا صورة السيد عبد الكريم عبطاء مثلا. صارت وياكم هيك حالات الآن بالأنبار بالمناطق اللي نازم الدوائر النازلين بيها؟ لا لحد الآن ماكو شيء. يعني بعد هي البارحة نزلت الصورة، قلت البارحة يعني لا والله صار هيك قد يعني بالأسبوع أكثر، يعني لحد الآن ماكو شيء. بعد الحد الآن هل سيكون رادع قرارات مجلس القضاء الأعلى بإلقاء القبض على المنزق؟ يعني راح تكون رادع، راح نشهد يعني قل فد نسبة قليلة، راح نشوف قلل من هذا الموضوع، راح نشوف يعني أعداد بسيطة جدا ما تتجاوز أصابع اليد اللي هم راح يتخذ إجراء بحقهم، وإلا الباقي هو ما راح يجي يوقف قدامك ويشققها فلان معروف. هذه كلها راح يستخدموها شغلة حرامية عصابات يعني ناس. يعني هذه التصرفات أرجع وأقول يعني مثلا اليوم تقدم عند الكثير من الخصوم، ممكن الجهة الأخرى على سبيل المثال بصفتك من تقدم، على سبيل المثال الجهة المناوية والمنافسة للسيد الحلبوسي تستعمل وياه هذا الإجراء، لو هذا تصرف شخصي شعبي، شخص ما قابل بالعملية السياسية، ممكن يصير حملة مقاطعة الانتخابات. نعم، وعدها اعلانات وتسوي على السوشيال ميديا وكذا. هذه هنا لاحظت انت وين تخلي هذا الموضوع؟ مستحيل اليوم واحد يجي مقاطع للانتخابات ويستهدف صوره ابدا. هذه مو فكره، اذا تنافس سياسي. التنافس سياسي ابدا، راح يجي ينضرب المكتب الفلاني وراح ينضرب المرشح الفلاني وراح تشوف كوادر للمرشح الفلاني يتعرضون إلى إساءة وإلى، وأيضا البعض من مناصرين الجماهير بيناتهم. هذه موضوع جدا عادي مثل ما حصل بالانتخابات السابقة يحصل بهذه، موضوع جدا طبيعي طبيعي. أي طيب. ولكن أنت لحد هذه اللحظة تلاحظ أكو هدوء. هذا الهدوء آخر أسبوعين تبين هي ايه، يعني في حال اذا احنا لحد الان في حال اذا اجريت الانتخابات في احنا مرة. شوف لحد الان انتخابات محدد لها وقت يوم 18 موعدها 18/12، لكن تشوف الجميع متخوف يعني ما مؤكد 100%. احنا لحد الان كمفوضية يقدر يأكد او يعني شوف هذا القلق من الاستقرار. احنا في سياسة بالعراق ثابت السياسة متغير ومتغير السياسة يعني، فمحتمل قبل الانتخابات بعشرين يوم يصير فد حدث قوي، ممكن تتأجل. طيب. ممكن يصير فد مشكلة، الله اعلم ما ندري. احنا بالعراق بهذا البلد اللي خلينا نشوف اللي ما سايد بيه الاستقرار.